All people come to him, come to the way of Sultan Al-Anbiya, most honored one and most glorified one. إسحاق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون، ولوالدينا ووالديكم ولأهالينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا وللمواظبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جمعنا، بأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسل، وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات، ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات، وأن الله ينصر المسلمين على أعدائهم يا رب العالمين. وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت بعد العمر المديد في طاعة الله وإلى حضرة النبي. الفاتحة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب بلغه وسيلة، يا رب صل على محمد، يا رب خص بالفضيلة، يا رب صل على يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن السلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي صل على يا ربي ترحمنا لدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي صل على واغفر لكل مذنب، يا رب صل على محمد، يا رب يا سامع دعانا، يا رب صل على محمد، والله يا رب لا تقطع رجانا، يا رب صل على محمد، يا ربي بلغنا نزوره، يا ربي صل على محمد، يا ربي تغشانا بنوري، يا ربي صل على محمد، يا ربي حفظ عونك وأمانك، يا ربي صل سكننا جنانك، يا رب صل على محمد،
يا رب اجرنا من عذابي. يا رب صل على محمد. يا رب وارزقنا الشهادة. يا رب صل على محمد. يا رب حيطنا بالسعادة. يا رب صل على محمد. يا رب واصلح كل مصلح. يا رب صل على محمد. يا رب واكفي كل مؤذي. يا رب صل على محمد. يا رب نختم بالمشفع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائر والذاهب. يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب. يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعبدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب. من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب. ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب. تائبون إلى الله. هل من طالب حاجة فأنيله المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع سواكب. والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب. فيعودون وقد فازوا بالمتلوب وأدركوا رضا المحبوب. ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحان
سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب، وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل هو آدم عليه السلام، قال آدم به أنيله أعلى المراتب صلى الله عليه. قيل هو نوح عليه السلام، قال نوح به ينجو من الغرق، ويا لك من خالفه من الأهل والأقارب صلى الله عليه. قيل هو إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب صلى الله عليه. قيل هو موسى عليه السلام، قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب، وموسى كليم ومخاطب صلى الله عليه. قيل هو عيسى عليه السلام، قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب صلى الله عليه. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار، ونشرت على رأسي الأصائب؟ قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب، يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يبعث من تيامة بين يدي القيامة، في ظهره علامة تضل الغمامة تطيعه السحائب صلى الله عليه. فجري الجبين ليلي الذوائب، ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب صلى الله عليه. سمعه يسمع صرير القلم، بصره إلى السبع الطباق ثاقب صلى الله عليه. قدماه قبلهما البعير، فازالا ما اشتكاه من المحن والنوائب صلى الله عليه. آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار، وخاطبته الأحجار، وحن إليه الجزع حنين حزين النار صلى الله عليه. يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب صلى الله عليه. قلبه لا يغفل ولا ينام، ولكن للخدمة على الدوام مراقب صلى الله عليه. إن أوذي يعفو ولا يعاقب صلى الله عليه. وإن خوصم يصمت ولا يجاوب صلى الله عليه. أرفعه إلى أشرف المراتب صلى الله عليه، في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب، في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب، فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش، وقد نال جميع المآرب صلى الله عليه. فإذا شرف التربة طيبة بأشرف قالب صلى الله عليه. سعت إلي أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله ما لاحتك وهاكي
على حمد خير من ركب النجاء صدى حديث سرى باسم الحبائب فهز السكر أطاف الركائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجاء ومالت للحمى طربا وحنا إلى تلك المعالم والملاعي فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجاء فهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا عقيق بدا وهذه قباب الحي لاحت والمضاري صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجاء وتلك القبة الخضراء وفيها نبي النور يجل الغياه وقد صح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهدى من كل جانب صلاة الله كواكب على حمد خير من ركب النجاء فقل للنفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب تملي بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا والضد غائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب نبي الله خير الخلق جامع له أعلى المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف مؤبد والمناقب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجاء فلو أن سعينا كل حين على الأحداق لا فوق النجائب ولو أنا عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لاحت كواكب
على حمد خير من ركب النجاء وله من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب طرات جميعهم وعترته الأطيب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم جليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قد
قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله لا نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب صلوات الله عليك. أشرف الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولي كل حال
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. آمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم. آمين. وآله وأصحابه التابعين على منهجه القويم. آمين. اجعلنا من خيار أمته. آمين. واسترنا بذيل حرمته. آمين. واحشرنا غدا في زمرته. آمين. واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته. آمين. وأحينا متمسكين بسنته وطاعته. آمين. وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. آمين. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها. آمين. وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه، وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين،
ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين. أحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا ظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا النبي الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة، شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة. نهدي ثواب ما قرأناه وسر ما تلوناه بعد القبول منا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام، وإلى أرواح إخواننا الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم، وإلى أرواح الأئمة الأربعة، وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية وجميع الطرق، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وخوالنا وخالاتنا، وإلى أهل العبا وأهل بيتنا، وإلى المظلومين السادات والشرفاء والغزاة والحجاج والمعتمرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد عامة أجمعين، لهم منا ولنا معهم خاصة إلى السنية. الفاتحة. تقبل الله MashaAllah, you spoke very well and Maulana spoke very well. InshaAllah, we have to learn from both of you. And likewise. I have nothing to add on what you have said, MashaAllah. But I might say something because some people might